بدل ما انا اقولها يعني، هو يوم 21 يونيو طبعا، مستمره تقريبا شهر لغايه يوم 19 يوليو اللي جاي. عدد المنتخبات كبير، هو الاول مره بيبقى العدد ده في تاريخ المسابقه كلها. بالتاكيد زميلي مهيب هيبقى متابع بشكل مباشر الحدث على المستوى الكروي، لكن بدل انا بقول لكم بقى التفاصيل الخاصه بالافتتاح او بعض التفاصيل اللي تم الاعلان عنها بخصوص حفل الافتتاح، انا معانا الكابتن محمد فضل مدير البطوله. برحب بوجودك معانا يا كابتن. انا شايف بإذن حضرتك، اهلا بيك. بسلم على حضرتك طبعا والساده المشاهدين. الايام الاخيره دي بتبقى ايام صعبه وتفاصيل كتير، ولا انا غلطان؟ ده حقيقي يعني، هو مش الايام الاخيره، هو من اول ما يعني يمكن مصر ابتدت يعني او اعلن عن استضافتها لكاس امم افريقيا، وهي الايام صحيح. كلها من سابق الزمن كدوله طبعا، مش كلجنه منظمه فقط. ايه اللي بيحصل في يعني من النهارده لغايه يوم الجمعه ان شاء الله، ايه اللي حضرتك كمسؤول عن هذه البطوله بتتابعه دلوقتي لحظه بلحظه؟ لا، بتابع كل حاجه طبعا، كل احنا حاجه. كلجنه منظمه بنتابع كل حاجه. طبعا التفاصيل، التفاصيل يمكن احنا من اول ما يعني تولينا المسؤوليه تحت قياده مهندس هاني بوريده رئيس اللجنه التنفيذيه ورئيس اللجنه المنظمه، واحنا بنشتغل في ناس طبعا معروفه ومعلومه للجميع يعني، وفي ناس طبعا مش معلومه، فبنشتغل كتير جدا، وده بطوله، ده بطوله دوله، فجميع القطاعات بتشتغل بشكل قوي. اللي حضرتك بتقول لي ايه اللي من هنا لغايه يوم الجمعه، أيوة. احنا تعبنا قوي يعني، في تفاصيل كتير قوي ربنا قوي. قوي، الناس مش عارفاها طبعا، واحنا يمكن ما ظهرناش في الاعلام خالص، ما كانش لينا اي تواجد او ظهور اعلامي الفتره السابقه، ده لعدم وجود اي وقت، واحنا كنا مقصرين مع الناس، ولكن نوعد الناس طبعا ان البطوله دي هتكون حاجه مشرفه لمصر، سواء في التنظيم، أول مرة زي ما حضرتك تفضلت وقلت 24 منتخب، عملنا 24 ملعب تدريب، قلت في 8 كمان، 6 استادات على أعلى مستوى، وما بقول على أعلى مستوى، أنا كنت لعيب كورة. طبعا فبتكلم في الناحية الفنية وطبعا في ناحية تنظيمية. لا، البطولة دي أنا بقول لحضرتك بجد، البطولة دي الدولة كلها اتحركت إن إحنا إن شاء الله بإذن الله فيها 10 أو 15 سنة الامور فعلا، احنا يعني اخذنا خطوه كبيره جدا 10 15 سنه في مجال الاستثمار الرياضي والانفراستراكشر بالنسبه لمصر، علشان الفتره اللي جايه باذن الله، سواء تقديم لفكره ان احنا ممكن نبقى من البلاد المتطوره في يوم من الايام ان احنا نستضيف كاس العالم، فدي بدايه جيده. وجودك معانا مهم بقى عشان نعرف التفاصيل الخاصة بيوم الافتتاح. احنا عرفنا دلوقتي ان احنا طبعا هيبقى موجود الفنان النجم المصري حكيم، وهيبقى موجود من نيجيريا احد المطربين كوتي. انا بطل كوتي، في حضرتك فيمي كوتي هيبقى من نيجيريا، وفي من طبعا في دبي من السنغال مطربة، دي بالفرنساوي، فيمي كوتي بالانجليزي، وحكيم حضرتك تفضلت وقلت طبعا من مصر، الاغنيه شركه اعلام المصريين سينرجي، والافتتاح نفس الكلام بالتنسيق بينهم. طبعا القرعه يعني، القرعه اللي احنا عملناها الحمد لله، وال يعني الفيدباك بتاع الاعلام العالمي والناس ان هي كانت هيستوريكال درو زي ما قالوا وصفوها، ودي حاجه بتحطنا ان احنا بعد كده كل شويه نعمل حاجه يعني. يمكن كانت البدايه كان القرعه، بعد كده الفورماليزيشن تاني يوم، وجود الفرق في الملاعب والاستادات والمطارات طبعا قبل القرعه، استقبال المطارات والامن، قطاعات كتير، ثم خروج الماسكوت، تميمه البطوله، يمكن ظهرت للناس بشكل جديد شويه، هو فرعون ولد صغير، ولكن كان في تيزر نزل كده الناس ابتدت تحبه. بكره او بعده على حد اقصى هيبقى في حكايه التميمه، برضه هنشوف التميمه بتتحرك، في اغنيه البطوله هتظهر ان شاء الله يوم حفل الافتتاح. حفل الافتتاح واخداه زي ما بقول لحضرتك تحت اشراف سينرجي اعلام المصريين، والشركه اللي متولاه شركه قويه جدا ليها خبرات كبيره في البطولات العالميه. ده كل ده مهم، لكن الاهم الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، سواء شركه تذكرتي واونلاين والفن وده ودي طريقه احنا ما طبقناهاش قبل كده ابدا في الحقيقه. وحضرتك احنا يمكن الفن اي دي، ايه هو الفن اي دي؟ الفن اي دي ده قانون فيدرالي يمكن روسيا سنه 2013، وكان في تجارب كتير جدا عشان الوصول لكاس العالم، احنا طبقنا الفن اي دي ليه؟ مستوى صناعه رياضه كره القدم
لاي درجه الاثر الخاص بالبطوله دي، ولاي درجه انتوا يعني الناس لمسه اللي احنا بنعمله؟ سيب انا لما باجي البطوله زي دي انا ما بفكرش في ملاعب وبرودكاستنج ولاد سكرين وزاين سكرين وتواجد جماهير. على فكره اللي بيظهر للناس الحجم الاكبر هو التلفزيون، شاشه مفهوم. فلو حضرتك عندك، طبعا حضرتك يعني خبير في المجال اللي انا هتكلم فيه موضوع البرودكاستنج، لما يبقى حضرتك عندك عربيات 4K وفي اضاءه جيده، لاكسس بنتكلم في 2500 لاكس في الملعب، ونجيلة الملعب جيدة، وتواجد الجماهير بشكل محترم، انت كده الصورة بقت واضحة قدام العالم. احنا ما بنبصش في ده، احنا بنبص بقى ده احنا عملناه كويس قوي الحمد لله، احنا بنبص في تفاصيل التفاصيل. أي. حضرتك المشجع او الاجنبي هيجي من المطار وهو بيفكر يحجز او يعمل فنعة دي ازاي، هيدخل مطار الاستقبال هيعمل ازاي، الامبريشن بتاعه سواء الفرق او المشجعين، الدخول التذكرة هيحصل عليها اونلاين ازاي، هيقعد في اوتيل فين، المسافه للفرق من الاوتيل للملعب ازاي، للاستاد، تنظيم للصحفيين في تواجدهم في التمرين، الاوتيل والملاعب والاستادات دولت قصه كبيره جدا. الصحفيين الميديا سنتر بتاعهم هتبقى فين، الاكريتيشن سنتر فين، في تفاصيل كتير جدا، الكهرباء لو حصل لا قدر، وكل ده خلاص الحمد لله تم، يعني تم انجازه كل حاجه الحمد لله. الحمد لله يعني ما شاء الله تم انجازه من قبل الدوله وجميع القطاعات. وزاره النقل في خطط كبيره جدا، تنسيق من وزاره النقل مع وزاره الداخليه في المشجعين هيدخلوا ازاي، احنا هنعمل ايه ليهم، يعني هيبقى البولنتيرز دورهم ايه، هو بيرشد الارشاد هيعمل ازاي، لابسين ايه، الجيف اويز اللي هتتوزع، كل حاجة احنا قاعدين مفكرين فيها. التواليت يعني التواليتات في الاستادات هتبقى عاملة ازاي، في الدرجات التالتة قبل الأولى، احنا مركزين في التالتة قبل الأولى علشان يعني المشجعين بنفكر في كل حاجة بالتفصيل. فالحمد لله يعني يا رب إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله. الشعب المصري يستحق إن هو يبقى فخور ويبقى حاجة تليق بينا كشعب، وتبقى بداية لخطوات إن شاء الله ناجحه باذن الله ان شاء الله. خلاص الافتتاح، مباراه الافتتاح خلاص كومبلي صح ولا انا غلطان؟ طبعا هو طبعا هي حضرتك احنا بيبقى عندنا ساحه الاستاد 71000، كان 74000 تقريبا 74600، دلوقتي ساحه الاستاد حوالي 71385 عشان في بوكسز اتعملت، وده هتبقى برضه حاجه جديده للناس. اتعملت في استاد القاهره 20 بوكس، وده ناحيه تسويقيه جيده مش للبطوله فقط، لما بعد البطوله مفهوم. انت بتبتدي تنقل مصر نقله تانية خالص، سواء الموضوع الماركتنج ازاي بنعمل ماركتنج للامور، الدخول الخروج في، بس هي اللي احنا ال 71600 بيبقى في ماكسيمم سيف كاباسيتي 5%، فاحنا بنتكلم ان ماينس 3750 تقريبا، فالساعه تبقى كامله باذن الله ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكرك على مجهودك، وبشكر كل الناس، يعني كل الناس اللي نعرف أساميهم وما نعرفش أساميهم، نتمنى التوفيق إن شاء الله، ونتمنى إنه البطولة تطلع بقدر جهد الناس والتنظيم اللي حضرتك اتكلمت عنه كابتن محمد فضل. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.